محام رزيل ينوم زبائنه مغناطيسيا ويقوم باغتصابهن. سيدتان عرف منهما اسم جين دوز طالبتا بفتح تحقيق حول ادعاءات اغتصاب قام بها المحامي مايكل فاين من أوهايو، والذي يعمل في شيفيلد فيرج منذ 30 عاما، حيث ذهبت السيدتان إلى فاين بغية دعاوى طلاق. وتقول السيدة الأولى بأنها غادرت المكتب وفي رأسها أحلام غريبة وتنتابها مشاعر غامضة، كما وكانت ملابسها بوضع يثير الشك، كما وتقول أيضا بأن فرجها كان مبللا. تقول الأخرى بأنه نومها مغناطيسيا ولما صحت كان ينتابها شعور مقرف. ولأنها كانت بحاجة لدليل قاطع، فقامت الأولى بوضع كاميرا مراقبة، ومن ثم ذهبت إلى مكتب فاين الذي نومها مغناطيسيا وقال لها: كوني جاهزة فإن أعظم عاشق في العالم سيلمس فرجك. إلا أن هذه المرة كانت الشرطة تستمع وتراقب وتتهيأ للإنقضاض. لا نعرف إن كان سيمارس فاين هذه الهواية في السجن، حيث سيلتقي بأعظم عشاق الجرائم هناك. نتمنى لك وقتا فاين يا فاين.